الرقم الأول النهاردة هو رقم 3، 3 جوائز حصدتها مصر من الكاف، الاتحاد الأفريقي، جائزة أحسن منتخب، جائزة أحسن مدرب لهيكتور كوبر اللي احنا يعني حصرنا دوره في أكل الفتة، رغم أن النهاردة الشيف بتاعه قال الراجل ده ملوش في الفتة خالص. يعني دي كانت يمكن من أهم الأحداث النهاردة، أن الراجل طلع مظلوم في موضوع الفتة. الجائزة الثالثة كانت لمنتخب مصر أحسن منتخب أفريقي، تاني أفريقيا، ووصل لكأس العالم وأداء متوازن وأرقام بقالنا سنين يعني ما حققناش الأرقام دي. ولكن بصراحة بقى يعني أنا مش أكيد مش حافتي أو أتكلم عن الإخواننا المحللين بتوع الكورة، أكيد بيفهموا أحسن مني. أنا أتكلم عن حاجة تانية خالص. صلاح ده يا جماعة نموذج لابد أن يدرس. ليه؟ هو السؤال، هو صلاح ده احرف لعيب في تاريخ مصر؟ لا، كان في حريفة كتير جدا. الفرق الوحيد ان صلاح حط في دماغه ونفذ. دي الرسالة اللي لازم توصل لشباب مصر. صدقني في صعوبات، في صعوبات، الواقع وحش، وحش جدا، ولكن الفرق بينك وبين فلان هو الارادة. صلاح لما تقرأ النهاردة انه بيركب كل يوم 5 ايام في الاسبوع من بسيون للقاهرة عشان يتمرن ويرجع وهو عيل صغير ناشئ، دي الارادة. صلاح لما تعرف ان هو بات في غرفة الامن هناك في النادي بتاعه في القارة عشان معهوش فلوس يروح ومستني ابوه تاني يوم، ارادة. لما صلاح راح سويسرا ما راحش بقى للبنات الحلوين والسهرات والشرب والدلع، لا، راح خدها جد، كان محدد هدفه. في نماذج كتير جدا زي عمرو زكي، مع الاحترام ليه، ما كملش. في ناس كتير ما قدرتش تصدق النجومية. صلاح لازم يدرس لكل شباب مصر كنموذج في الارادة، في التحدي، في تحديد الهدف. انت لازم تحط بيسموها يعني ايه التارجت بتاعك. انا السنه دي عايز ابقى احسن لاعب في افريقيا، السنه الجايه صلاح هيبقى من احسن ان شاء الله 3-4 لعيبه في العالم وهيعملها. عنده اراده، عنده هدف. الكلام ده ينطبق على اللي شغال في الميكانيكا، شغال في الزراعه، في الصناعه، اي مهنه صدقوني لو اخلصت لها كشاب وما بصيتش وراك ولا للمحبطين هتبقى صلاح في مجالك ان شاء الله. ويعني عجبني كمان في مشوار محمد صلاح، عجبني انه اترفض من اللعب في الزمالك، زملكاوي. طب انت فكرتيني، انا لسه واحده من الحاجات اللي بجد انا شخصيا مثلا في حياتي افتكر انه في ناس قفلوها في وشي وسدوا ابواب في وشي، بس مش قوي كده، وقعدت اقول ايه الحمد لله انه عمل كده. بس محمد صلاح فعلا يعني لو كانت اتسدت قدامه الزمالك وحس ان هو فاشل بقى وما ينفعش، ما كانش بقى محمد صلاح. لسه كاتب على الفيسبوك، شكرا اللي بيعطل، ونالت اعجاب شديد. قلت لهم يا جماعه كل ما تيأس افتكر ان محمد صلاح مره الاستاذ ممدوح عباس قال عليه بالنص كده لسه بدري قوي على صلاح عشان يلعب في الزمالك. أيوة. وده طبعا كرم من ربنا على صلاح وعلى المصريين المحبطين والزمالك، يعني الزمالك ده عادي يعني، الحمد لله خلينا ساكتين.